السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمضي مسيرة التعاون الثقافي بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان نحو مزيد من التفعيل الثقافي والتعاون المشترك، معززة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية في ظل القيادة الرشيدة في البلدين، حيث نسعد اليوم بانعقاد مهرجان ثالث في غضون هذا العام ينظم بالشراكة بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، وهي مناسبة عزيزة نحتفي بنواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لهذا العام من خلال مهرجان الأدب الموريتاني الذي يمثل إضافة هامة إلى سلسلة الأنشطة الثقافية التي انعقدت من خلال التعاون المشترك، وهو ما يعبر عن حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على استمرار الحراك الثقافي بكافة حقوله في الوطن العربي. ولقد شهدت الساحة الثقافية العربية حضوراً لافتاً للأديب والكاتب والشاعر الموريتاني، ومن هنا يأتي تنظيم مهرجان الأدب الموريتاني تقديراً لدور المثقف الموريتاني وتعزيزاً لإسهامه الثري في رفد الثقافة العربية بالنتاج الإبداعي. أيها الحفل الكريم، سيشهد المهرجان محاور متعددة في القصة والرواية والشعر، ستتخللها دراسات نقدية وجلسات أدبية وقراءات شعرية، عنصرها الأساس هو المبدع الموريتاني وجمهوره الوفي. وأتشرف في هذا المقام بأن أنقل لكم تهنئة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة حصول نواكشوط على لقب عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لهذا العام، كما أتشرف بأن أنقل لكم تحيات سموه وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.